السلام عليكم أحبتي الكرام، أهلا وسهلا بكم في هذا الحوار المميز، حوار في الجيم باللغة الإنجليزية. 10 عبارات إنجليزية جديدة ومهمة، ركز معي جيدا الآن حتى نحفظ أكبر كمية من المعلومات خلال 4 دقائق فقط في هذا الجزء الأول من هذا الحوار في الجيم. أما الآن اضغط على إعجاب، اشترك في القناة وفعل زر الجرس حتى تصلك جميع الدروس القادمة حين نشرها. أما الدروس السابقة تجدها أسفل هذا الفيديو في مربع الوصف. هيا نبدأ. At the fitness center. At the fitness center، في مركز اللياقة البدنية. اكتب هذه العبارة وجميع العبارات في كراسك وكررها بصوت مرتفع لكل عبارة 5 مرات باللفظ الصحيح حتى تتقنها بشكل جيد. At the fitness center. At the fitness center، في مركز اللياقة البدنية. At the fitness center. جملة ثانية. I like this gym. I like this gym. أنا أحب هذه قاعة التمرين هذه. I like this gym. I like this gym. It seems تبدو very sanitary. Very sanitary، تبدو نظيفة جدا. إذا خلنا نقرأها مع الآن أنا وأنت. I like this gym. I like this gym. It seems very sanitary. It seems very sanitary. ممتاز. نأخذ الجملة بعدها. All the equipment looks outdated too. جميع المعدات تبدو مستحدثة أيضا. اسمع هذه العبارة بشكل جيد وكررها باللفظ الصحيح 5 مرات حتى تتقنها بشكل ممتاز. All the equipment looks outdated too. جميع المعدات تبدو مستحدثة أيضا. جملة بعدها. What kind ما نوع of training، ما نوع التمرين do you usually do عادة ما تقوم به أتقومين به. What kind of training do you usually do؟ ما نوع التمارين التي تقومين بها بالعادة؟ I mixed it up a bit. Weights and a bit of cardio. I mixed it up. A bit weights and a bit of cardio. أنا أقوم بالتنويع، أثقال أو أوزان قليلا وتمارين التنفسية. طبعا هي تمارين اللي تعتمد على الحركة الكثيرة مثل الركض وغيرها. I mixed it up. أنا أقوم بالتنويع. A bit weight and a bit of cardio. Like weight training one visit and cardio another visit. كتدريب أثقال في مرة وبالمرة الأخرى الكارديو. Like weight training one visit and cardio another visit. Both of each visit. Both on each visit. في كل مرة، في كل زيارة، الاثنين معا، نوع التمارين الاثنين معا. Both on each visit. الاثنان سويا في كل زيارة. And I come every other day. وأتي بين يوم والآخر، يعني بين يوم ويوم. And I come every other day. جملة بعدها. I am only going to come 3 days a week. أنا آتي إلى هنا فقط 3 أيام بالأسبوع. I am only going to come 3 days a week. Probably before work. غالبا قبل العمل. I am going to come 3 days a week. Probably before work. How do you think you will train? How do you think you will train? كيف تظنين أو كيف تظن أنك سوف تتدرب أو تتدربين؟ How do you think you will train? How do you think you will train? الجملة الأخيرة لهذا اليوم. I like running on the treadmill but not much else. أحب الركض على جهاز الجري treadmill، على جهاز الجري، ولكن ليس أكثر من ذلك. But not much else. I like running on the treadmill, but not much else. ممتاز. انتهينا الآن من هذا الدرس. انتظرونا في الجزء الثاني من هذه السلسلة في حوار في الجيم، قاعة الرياضة باللغة الإنجليزية. عبارات مهمة جدا وممتعة. حاول أن تحفظها وتكررها باللفظ الصحيح عدة مرات حتى تتقن اللفظ الصحيح، وأيضا اكتبها في كراسك حتى تتمرن على الكتابة الصحيحة أيضا. شكرا لكم على المتابعة، لا تنسوا الإعجاب والاشتراك في القناة،
ومشاركة هذا الفيديو لجميع أصدقائكم، فإن هدفنا في الحياة هو نشر العلم للجميع، فشاركونا هذه الرسالة لننفع بها أكبر عدد من الناس. شكرا لكم وإلى اللقاء في الجزء التالي.